خليني بما ان لوجو نابولي منور في خلفيتك، فخليني ابتدي بالكلام من الجنوب وعن الجنوب، وابتدي بالحديث عن نابولي. كلام كتير في الفترة الأخيرة، في المواسم الأخيرة طبعا، على كوليبالي نجم خط دفاع نابولي، وكلام كمان عن إنسيني اللي تألق بشكل كبير جدا مع إيطاليا في يورو 2020. هل في جديد بالنسبة لهم؟ هل هيبقوا مع فريق نابولي، ولا في العروض ما زالت بتتوالى عليهم؟ هناك شيء هام جدا يجب ان يعلمه الجميع، خاصة في نابولي، كاليدو كولوبالي ولورينزو انسيني. هناك اشياء قد تحدث في نابولي اكثر من انتقال هؤلاء اللاعبين. اي شيء قد يحدث الا انتقال كاليدو كولوبالي او لورينزو انسيني. لكن باريس سان جيرمان في الايام الاخيرة قام بتوقيع مع راموس. اعتقد ان ذهاب راموس يعني ان كاليدو كوليبالي لن يذهب الى باريس سان جيرمان. هناك عروض بالفعل قدمت، اخر عرض كان ب 70 مليون يورو من اجل انتداب كاليدو كوليبالي، لكن اوريليو دي لاورينتيس رئيس النادي رفض هذا الامر، وقال ان نابولي يريد ان يقاتل على الدوري الايطالي، واذا اراد نابولي ان يقاتل على البطوله والذهاب الى دوري ابطال اوروبا لا يجب التفريط في اللاعبين الاقوياء امثال كاليدو كولوبالي ولورينزو دي لورينسي. هذا ساقول لك ايضا ان هناك العديد من العروض الاخرى اتت الى مارتينيز، ديريس ميرتنز البلجيكي، وكوليبالي، ودي لورينزو لكن تم رفضها جميعا. طيب خليني اسالك بدايه، احنا بنتكلم على انتقال كتير من نجوم الدوري الايطالي لعدد من الدوريات، يعني اذا كنت انت بتتكلم على بي اس جي دلوقتي وانتدابه لسيرجيو راموس، فمن الدوري الايطالي البي اس جي خد دوناروما، جان لويجي دوناروما حارس مرمى الميلان، خد كمان اشرف حكيمي ظهير ايمن الانتر، لوكاكو اتجه للدوري او عاد مره ثانيه للدوري الانجليزي وتحديدا لتشيلسي. ازاي بتشوف النسخه الجديده من الدوري الايطالي الموسم الجديد بدون الكم الكبير من النجوم اللي فقدهم؟ ميركاتو الايطالي هذا العام كان ميركاتو خاص جدا، خاصه بعد بطوله الامم الاوروبيه، وشفنا ذلك الاداء الكبير الذي قدمه المنتخب الايطالي، وكيف ساهم الدوري الايطالي في تصدير العديد من اللاعبين الى الدوريات الاوروبيه الاخرى بعد خروج دوناروما وخروج اشرف حكيمي وخروج لوكاكو. شفنا ذلك، وهذا يدل على قوه الدوري الايطالي. الدوري الايطالي الايام القادمه سيكون ساخن جدا، هناك الميركاتو لن ينتهي بعد، هناك بعض المفاجات، لكن هذا سيؤثر، لا اريد ان اقول تاثيرا سلبيا كبيرا، لكن ان تخسر لوكاكو ودوناروما واشرف حكيمي، هؤلاء لاعبون مهمين جدا، قد يؤثروا بالسلب على الكره الايطاليه في العام القادم، لكن الكره الايطاليه لديها العديد من المواهب والعديد من النجوم، كريستيانو رونالدو، ديبالا، لورينزو انسينيا، هناك العديد من اللاعبين، والنسخه القادمه في الدوري الايطالي ستكون نسخه قويه جدا. ايه الصفقات اللي انت ممكن تكون منتظرها انها تتم في الفتره اللي جايه؟ يعني اهم الصفقات او اهم الاسماء اللي ممكن نشوفها هتظهر في الكالتشيو في الموسم الجديد. في إيطاليا العام القادم أقول للجميع انتظروا يوفنتوس، لأن يوفنتوس فريق كبير وكبير جدا، ومن الصعب على اليوفي أن يفرط في الدوري الإيطالي أو الدوري الأبطال أوروبا، خاصة بعد انتداب لوكاتيلي وتم تدعيم الصفوف ببعض اللاعبين الكبار وعودة ماسيميليانو أليجري إلى اليوفي. اليوفي العام القادم سيكون أقوى الفرق الإيطالية، وانتظروا ايضا روما، روما الذي سوف يقدم اداء كبير جدا مع جوزيه مورينيو، وهذا ساقول لكم في الامر القادم ان الدوري الايطالي العام القادم سيكون مليء بالمفاجات. طيب خليني بمناسبه كلامك عن اليوفي، كان في كلام عن محاولات من اداره يوفنتوس استعاده نجمه السابق او نجمها السابق بيانيتش من البارسا، اخر التطورات؟ بيانيتش تم الحديث معه عن طريق وكيل اعماله، لكن اللاعب رفض العوده الى يوفنتوس وان يستمر في مكانه الان.
ميرالين بيانيتش هناك العروض الكثيرة التي أتت له، لكن هو يفضل البقاء في فاروق ورفض العودة إلى اليوفا. طيب، لأن اليوفي قد فرط في بيانيتش وهو لا يريد أن العودة مرة أخرى. هفضل مع اليوفي، وتحديدا من يوفنتوس رفض أن يعود مرة أخرى، وهفضل مع اليوفي واروح تحديدا لواحد من أهم نجوم الدوري الإيطالي وأهم نجوم كرة في العالم، كريستيانو رونالدو، اللي بعض التقارير أفادت أن وكيله عرض رونالدو بالفعل على إدارة مانشستر سيتي. كريستيانو رونالدو الحديث الأكبر الآن في إيطاليا، وبالأخص بعد التويتر الذي قام بكتابه كارلو أنشيلوتي أنه يحترم كريستيانو رونالدو ويقدر العمل الكبير الذي قدمه البرتغالي في تاريخه الكروي الرياضي، ولكنه يحتاج لاعب آخر. هذا جعل رونالدو غاضبا جدا من حديث كارلو أنشيلوتي، لكن رونالدو يبقى رونالدو. طيب، خليني أسألك كمان على واحدة من الصفقات اللي يمكن تهم عشاق الريال وتهم عشاق الميلان الإيطالي، الكلام على إسكو، وأنه في محاولات من إدارة الميلان لاستقدام إسكو لصفوفه في خلال الميركاتو الصيفي. أم يقدم أداء جيد جدا في الميركاتو، لأن باولو مالديني رجل لعب كرة القدم، هو الآن المدير الرياضي للميلان، يريد أن يعيد الميلان إلى واجهة الروسونيري. الميلان فريق بطولات ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك. الإدارة الصينية ضخت العديد من الأموال ووضعت العديد من الأموال تحت تصرف باولو مالديني. إسكو تلقى عرض كبير وكبيرة جدا تم تقديمه من المدير الرياضي باولو مالديني إلى إدارة ريال مدريد، ويتم دراسة العرض ومن الأيام القادمة قد يتواجد في الميلان. سؤالي الأخير وأرجو منك الإجابة سريعا، نجحت إيطاليا على مستوى المنتخبات طبعا في التتويج ببطولة يورو 2020، هل تتوقع أن واحد من الأندية الإيطالية يستطيع أنه يصل لمنصة التتويج على مستوى الشامبيونز ليج أو اليوروبا ليج؟ إيطاليا قامت بتأسيس منتخب قوي جدا، ولكن ذلك ليس معنى أن منتخب الإيطالي قوي أن فريق إيطالي سيفوز بدوري أبطال أوروبا. قد أكون فخورة بذلك وأتمنى ذلك، لكن هناك حقائق في كرة القدم لا يستطيع أحد أن ينكرها. الإنتر بعد التفريط في العديد من اللاعبين قد يخسر السباق على دوري أبطال أوروبا. إذا حافظ الإنتر على اللاعبين الذي قام ببيعهم كنت أقول لك أن الإنتر سيقاتل على دوري أبطال أوروبا. اليوفي رغم الانتدابات لكن يبقى فقط كريستيانو رونالدو وديبالا، لكن أقول لك أن دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان، برشلونة، ريال مدريد. الصحفي جوفاني موتشا، الصحفي بموقع كالتشيو ميركاتو، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في السادسة على شاشة الأهلي، وهنتابع النسخة دي بالتأكيد من الكالتشيو. خلينا نتكلم أكتر على العالمي وعلى الدوريات الكبرى وعن أهم اللقاءات وعلى كاس سوبر إسبانيا اللي امبارح كان بين بايرن ميونخ وبين بروسيا دورتموند. هيكون كل التفاصيل معنا في السادسة بس بعد الفاصل.